ما بتحمي من مطر غزير. بقت المي تنزل علينا في الخيمة يعني، وما قدرناش نقعد فيها وطلعنا منها. كنا في بيتنا أمنين وراضين في عيشتنا وما في أي حاجة تغنص علينا. فجأة دخلت البيت وإلا ما دريت عن حالي إلا غير أنا في مستشفى شهداء الأقصى، أنا وابني ومرتي، وإنه البيت متدمر بالكامل. حاولنا يعني نتوجه لمدرسة، نتوجه لأي مكان نهوي حالنا فيه، ما فيش أي مكان. وبل إنه الجو زي ما أنتوا شايفين مطر، وفيش ولا مساعدات ولا أي حاجة تدخل على قطاع غزة عامة. غرفة قعدنا فيها رغم إنه كان صار في مطر، وزقعنا بالليل، ثلجنا، وظلينا هينا قاعدين، فيش طبعا مي ولا كهرب ولا أي إشي. كل الناس متدمرة وكل الناس تعبانة، وزي ما أنت شايف الوضع عامة يعني وضع كارثي.